وإسلامه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نحمد الله عز وجل على نمنا به من هذا اللقاء تخصيص هذه الليلة بالإجابة على أسئلتكم أيها الإخوة، ونوجه بعد إذن معاليك أن الأسئلة بخط واضح وأن تنضبط بالضوابط التي أشار إليها معاليه في تقديم كلمته هذه. أحسن الله إليكم صاحب المعالي. هذا السائل يقول: أنا معلم وارث لبعض المدارس، نعطي بعض الهدايا كالشنط والأشرطة وغيرها، نعطى بعض الهدايا كالشنط والأشرطة وغيرها، هل يجوز قبول هذه الهدايا؟ وهل أتملكها أم لا بد من وضعها في المدرسة التي أعمل فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، كلمة صاحب المعالي، أنا لا أحس كما إنني لست صاحب معالي، يعني الوزراء. وأما المدرس فلا يجوز له أن يقبل الهدية من الطلاب، سواء كانت شنطا أو غيرها أو نقودا أو غير ذلك، لا يجوز للمدرس، لأنه بصفة الحاكم، لأنه يحكم على الطلاب في دروسهم وفي اختباراتهم، فإذا أخذ الهدية تكون رشوة. الرشوة هي ما يقدم إلى الحاكم أيا كان نوع الحكم، سواء كان الحكم قضائيا أو كان الحكم تعليميا أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يقبل الهدية مطلقة، ولو كانت قلما أو مسطرة أو دفترا أو غير ذلك، لأن ذلك يجعله محل التهمة ويجري عليه الطلاب فيقولون: أهدينا له ومع هذا لم يعدل في جوابه ولم يصحح جوابنا أو غير ذلك، ويتكلم فيه الآخرون، فهو لا يفتح على نفسه الباب، فلا يقبل من قالب أي هدية.